يعني نتكلم في الكرة شوية. وكولر، وأعتقد يا محمود تقريبا مر سنة على وجود كولر في النادي سنة الأهلي، بالظبط. عدد كبير، 60 مباراة، 44 مباراة تعادل، 44 مباراة فوز، تعادل في 11 لقاء، تعثر في 5 مباريات فقط. أعتقد أرقام كبيرة جدا لهذا الرجل الكبير. مدرب على قده، على ازاي رأيك؟ يعمل، صحيح ازاي يعمل ده كله يعني؟ صحيح، انت لازم تخش شمال عشان الناس كلها ماشيه يمين. حاجه تاخد شمال وتدي سرينه، وتدي سرينه، صحيح. في ناس شكك، تركب القطر. في ناس شككت كتير جدا في كولر، صحيح، اللي انا بعتبره وقلتها الحمد لله من شهور عديده يعني، انه الصفقه الاهم للاهلي. كولر هو الصفقه الاهم للاهلي. صحيح الاهلي ضم صفقات مهمه في الموسم الماضي، وصحيح بيضم صفقات مهمه دلوقتي اتكلمنا عليها من شويه، لكن كولر هو الصفقه الاهم. صحيح. لما ربنا يرزقك بمدرب على الاقل منطقي، وهنا انا يعني الكلمه يا كابتن اسلام، في مدربين كتير بيبقى عندهم المهاره والقدره والتكتيك والرؤيه، لكن بيغيب عنه المنطق. هنا كولر عنده المنطق ده في المقام الاول. اوكي. اللي هو اللعب وفقا للمعطيات الموجوده، عدم المجازفه في الاوقات الصعبه، قراءه المنافس بشكل جيد، السيطره على غرفه الملابس بابتسامه، بحب، علاقته باللعيبه علاقه طيبه حتى ولو دخل في خلاف مع بعض اللعيبه. كولر مش من نوع الصدامي بشكل كبير. نجاحه في حصد البطولات الاخيره دي بيؤكد ان الاهلي كان محظوظ بمدرب، وهو كان محظوظ بالاهلي. صحيح. الكوكتيل ده او التناغم ده ادى في الاخر الى النجاح اللي حصل ده. اكرر انه الصفقه الانجح، وكمان الراجل بيفكر للمستقبل. ناس كتير اتكلمت على عقد كولر، وناس والكلام طلع من النادي الاهلي ان هو لما بيجدد عقده قريبا ان شاء الله بشكل رسمي ويبقى مع النادي الاهلي لمده سنتين ثلاثه، ده معناه ان هو راجل بيبحث على الاستقرار. لكن انا باكد لك يا كابتن اسلام ان الراجل ده رفض عروض مغريه فعلا فعلا، مش كلام وخلاص يعني. لا لا، مش كلام، مش كلام، وهيجي وقت وهتطلع التفاصيل كامله في هذا الملف. الراجل رفض ده لانه بيشعر بالامان داخل الاهلي. علاقته بالكابتن محمود الخطيب وعلاقته بالمنظومه داخل النادي الاهلي علاقه طيبه جدا، بيبص للمستقبل بشكل مختلف. الاهلي اللي حقق ارقام قياسيه في كاس العالم للانديه، عينه على خطوه اعلى، عينه على دوري السوبر الافريقي اللي اتكلمنا عليه من شويه. كولر اللي بيشعر بالامان في مصر ومع النادي الاهلي اختار الاستقرار واختار العمل في المنظومه دي. اعتقد انه كل ده، كل ده بيؤكد لك الاختيار كان سليم. الاهلي لما غير مدربه السابق عشان يجيب كولر ما كانش موضوع بالصدفه، لا ده كان بدراسه حقيقيه، بحث في اكتر من سي في. صحيح في توفيق في الاختيار، لانه في النهايه التوفيق ده مطلوب طبعا، في توفيق في الاختيار. اعتقد انه اختيار مثالي، وكولر امام تحدي جديد. دايما الوصول للنجاح صعب، لكن الحفاظ عليه بيبقى اصعب. اصعب. استاذ عبد الحكيم، جمهور النادي الاهلي ودوره في شكل المنظومه الاهلاويه ده اولا، وثانيا فيما وصل اليه كولر الحقيقه من حب تقريبا كل جمهور النادي الاهلي في قلوبهم يعني. بص، هو جمهور النادي الاهلي تخطى مرحله اعجابنا احنا بشكل شخصي عنه، او الناس، او ان احنا نتكلم عنه. شوف مثلا احاديث كل الدول العربيه، كل المحللين، كل الناس اللي بتتكلم عن جماهير النادي الاهلي بتتكلم ازاي. انا شفت يمكن حاجه، يمكن كانت من فتره بعيده، الانيس الشعلان اللي كان منسق احمال في النادي الاهلي، شفت كابتن حسام البدري اعتقد، اللي كان مع كابتن حسام بدري، كان بيتكلم في التلفزيون التونسي على ما اعتقد، كان بيقول لك ان احنا كنا بنبقى كسبانين بطوله الدوري واحنا رايحين نحيي الجماهير، جماهير بتقول لنا الكاس يا اهلي اللي بعده، اللي بعده احنا لسه بنحتفل يعني، احنا خلاص كسبنا اهو ورايحين الكاس يا اهلي. خدنا مثلا، وعلى فكره برضو كل نفس الكلام، احنا واخدين دوري ابطال افريقيا، دوري ابطال افريقيا، ولما رجعنا مع اول ماتش بعد دوري ابطال افريقيا قلنا الدوري يا اهلي. فحتى دلوقتي الناس اللي بره في كل التعليقات بتكلمك على جماهير النادي الاهلي. لما كنا مع حضرتك هنا مره كابتن اسلام، وشفنا في الشوارع في اسوان المنظر لما كان النادي الاهلي في اسوان، صحيح، كان منظر. القصه مش جوه الاستاد، المنظر اللي جماهير النادي الاهلي استقبلت ومالت شوارع اسوان بيه، انا عمري في حياتي ما انسى المنظر ده، وعمري ما انسى المشهد ده، لان مشهد بالنسبه لي مشهد عفوي. هنا بقى جمهور عفوي، مش تصنع، ما فيش حد يجي يقول لك اصل شعبيه النادي الفلاني في المكان الفلاني 7 أضعاف ولا 8 أضعاف. الجماهير، التذاكر بتاعت كاس السوبر الافريقي للدفعه الاولى كابتن اسلام نزلت، كان اعتقد شفت حضرتك قلت الكلام ده في الانترو، بعد 8 دقائق بالظبط، 8 دقائق بالظبط على السيستم الالكتروني خلصت. فده يدلك على ان بتتكلم على شعبيه في الامارات في كاس العالم للانديه، انت كنت الناس بتدور على تذكره،
ده يدل على ايه؟ على جماهير النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي لها دور مهم جدا في جزئيه الدافع اللي ورا الجهاز الفني واللعيبه والاداره ان انت تحقق بطولات. ممكن الناس تشوف ان في انواع ضغوط دلوقتي بقت اكتر على الفريق من خلال وسائل التواصل الاجتماعي او من خلال الحاجات اللي بقت مؤثره دلوقتي في الشارع، لكن انا شايف ان هي دي ضغوط ايجابيه، يعني بتبقى بتخلق دوافع عند اللعيبه، لان خصوصا احنا بنعاني دلوقتي الفتره الاخيره من ان الجماهير ما بقتش على المستوى اللي هو مثلا بتملى استاد الا في ماتشات مهمه مثلا زي دوري الابطال. فتم العوض بده باللي بتعمله الجماهير. انا شايف دور الجماهير السنه اللي جايه كمان هيبقى مهم جدا، خصوصا ان انت داخل منافسات اكتر من 6 أو 7 بطولات، منافسات مهمه جدا جدا. وانا عايز بس اقول كلمه في موضوع الصفقات. احنا هنا وانا بتكلم على جماهير النادي الاهلي تدعم النادي الاهلي بايا كان من بيلعب فيه، بايا كان التشكيله اللي موجوده. انت قدرت تفوز السنه اللي فاتت كل الجماهير، او كان هناك البعض بيحاول ان انت يقول لك يوديك لسكه برضو عايزين مهاجم عايزين السنه اللي فاتت مش دلوقتي. الدعم لكل عناصر الفريق، وفي نوع عناصر معينه هتحتاج لدعم لانها هتتعرض لحملات على مدار الموسم، حملات صعبه. صحيح. وانا اعي ما اقول في بعض اللاعبين هتتعرض لحملات قاسيه. امام عاشور ومين؟ امام عاشور وكهربا طبعا. مين؟ لا اعتقد هم عاشور وكهربا اللي الناس بتتعرض مش فاهم هي لغه الاحتراف كانت عند رمضان صبحي ومش عند امام عاشور. يقول لك اصل انتوا رمضان صبحي جه من هدرسفيلد، طب ما امام عاشور جه من مين؟ من ميتلاند الدنمارك. انا اتمنى جماهير النادي الاهلي تكون واعيه وتدرك الحرب، او مش هنقول حرب، اللي هيحصل مع الترصد اللي هيحصل مع امام عاشور وكهربا، ويكون خيره داعم للاثنين اللعيبه دول.